مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأسرة تجمعنا وإياكم على خير. أتمنى بإذن الله أن تنال على رضاكم وأعجابكم. تخيلوا أعزائي المستمعين الكرام وأعزائي الأزواج تحديدا أن للحب شارعا فيه مسارين، مسار يأخذنا والآخر يعود بنا، ولكن يأخذنا إلى أين ويعود بنا من أين؟ الأهم من الإجابة عن هذا التساؤل هو في اعتقادي معرفة كيفية التفاعل لهذين المسارين أو والذي يصب في مجرى الحياة الزوجية. يعني باختصار هو كيف يفعل شارع الحب في الحياة الزوجية إذا ما أصيب شلل لأحد المسارين في الحركة لسبب أو لآخر. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسوف نناقشه مع دكتور إبراهيم الخليفي المتخصص في سيكولوجية النمو وتطبيقاتها التربوية. فلنرحب بحضرته. السلام عليكم دكتور، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متابعتكم مشاهدينا الكرام لهذه الحلقة مباشرة نبدأها بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج موسوعة الأسرة، شارع الحب، كيف نفعل شارع الحب وماذا نقصد من هذه الحلقة. هذا كله إن شاء الله بنناقش اليوم مع دكتور إبراهيم الخليفي. دكتور إبراهيم، حضرتك طبعا أنا استنبطت شارع الحب من حضرتك، يعني لما في الحلقة الماضية حضرتك أشرت أنه هناك شارع يطلق عليه اسم شارع الحب، إذا ما فعل بين الزوجين إن شاء الله الأمور تكون بينهما يعني تنتهي بعيشة طول العمر، مش نعم. عيشة قصر عمر مثل ما سوينا الحلقة اللي فاتت. نعم نعم. فما هو هذا الشارع وكيف يفترض أن يكون وإلى أين يأخذنا ومن أين وإلى أين يعود بنا؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثمرة أي علاقة مستقرة هي الرحمة والحب. أي علاقة تكون مستقرة سواء كانت في زيجة أو في بنوة وأبوة، يعني علاقة ولد بأبيه ساكنة، أو حتى علاقة عامل برئيسه، أي استقرار في مؤسسة تكون نتيجته أن الناس يكونون حضاريين مشهلعين مستقرين، وبالتالي تكون ثمرة هذه العلاقة رحمة وتواد وحرص على المنفعة. الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا في كتابه الكريم: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا الاشتراط الأول وهذه المقدمة الأولى، وجعل بينكم إيش؟ مودة ورحمة. ثمرة المودة والرحمة. إذا المفترض في أي زواج ناجح وفي أي علاقة أسرية ناجحة أن تكون الثمار نراها رأي العين المودة والرحمة. أما وإن هذه الثمار اليوم عزت وقلت وبدأ الناس يشتكون من قلتها ومن ندرتها ومن اختفائها، بحيث أن أصبحت الأسرة أجواءها مشحونة أو على الأقل سلبية، طيب فإننا نقول لا، إحنا نحتاج إلى أن نطرح بشكل جدي يعني أفكارا نناقشها مع أنفسنا لكيفية إيجاد هذه الثمرة. لما عقمت أشجار الأسر لدينا أن تثمر الحب؟ لازم نسأل. الحقيقة يعني المثال اللي ييسر لنا مفهوم الحب هو الشارع. الشارع الشارع المدن كلها فيها شوارع، شارع رايح يوديني بيتي وشارع أرجع فيه من بيتي. أحيانا يكون هناك اختناقات في هذا الشارع، ارتباكات مرورية في هذا الشارع، فتعمد إدارات المرور إلى حلول ذكية، إشارات مرور أو يعملون تيرن راوند اللي هي الدوارات، أو يحطوا شرطة، أحيانا شرطة بكثافة معينة، أحيانا تنظم حتى بالهليكوبترات، يعني صحيح يعني يحرفوا السير أو يفتحوا مثلا شوارع جانبية، حولوا المسارات عنها، طرق سريعة لحل الإشكالات.
الناس عندما يكون هناك تجلطات أيضا عند الأطباء في الشرايين، فإنهم يعمدون إلى أنواع من المسيلات أو إلى الفتح بعمليات أو إلى عمل ستنت اللي هو دعامة. يعني اليوم في كل أمر من أمور حياتنا الاختناقات تفك بطريقة يعني علمية، فأنا اليوم بدنا نتكلم في فك اختناقات. عجبني المثل والتشبيه دكتور، ما لازم تجلطات لازم ننزل إلى 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 واقعنا. نعم. واقعنا. نعم. هذه التخثرات والتجلطات والارتباكات المرورية التي تمنع الأشواق أنها تعبر من طرف إلى طرف داخل الأسرة، ليس شرطا الزوج والزوجة، والمصيبة اليوم انتقلت إلى الأولاد والآباء، أصبحت في علاقة جافة تحتاج إلى أن ييسر الأمر بمسيل. ما هو هالمسيل هذا؟ لطيف، مسيل اللي يسيل التجلطات والتخثرات اللي حضرتك أشارت إليها ممكن تصيب العلاقة الزوجية والمحبة بين الزوجين. صحيح صحيح صحيح. الحقيقة المسيل القوي جدا واللي يعمل تفجير، فيعني تفجير معناه يعني بريك ثرو، يعني اختراق ويحل المشكلة، اسمه البوح. 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 وهذا البوح أني أنا أخرجه. ما في مكنوني. مكنوني. للآخر أقول له أحبك، أقول له أنا زعلان مش منك لكن من ما فعلت، أنا أحترمك وأحبك ولكن أنا أزعلني تصرف فعلته وأنت. أقبل منك كلمة أحبك، إن قالها لو أقبل منها أي إشارة، أي إشارة تدل على حبي له، على حبه لي. أقبل منها حتى انفعال السلبي. أعتقد أن مسؤوليات المحب أن يتحمل انفعالات المقابل السلبية. إحنا عندنا مشكلة كأمة معاصرة اليوم، أمة أقصد فيها الأمة العربية، وبدي أتوسع شوي لأقول أن الأمة، ما بدي أقول الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية عبارة عن شعوب لها ثقافات مختلفة. أكيد. بس أنا بتكلم عنا إحنا العرب الناطقين بالعربية، وإحنا عندنا أمية فيما يختص بالمشاعر، وأنا تكلمت عن هذا الموضوع من قبل، تكلمت عنه من قبل. الله سبحانه وتعالى أنا أعتقد هو مدح لنا. نعم. مدح لنا أن سمانا أمة أمية، لأن هناك أمم مغضوب عليها وأمم ضالة، والمغضوب عليه هو شخص رفض المعرفة. نعم. والضال هو شخص رفض المعرفة، أما الأمي فهو شخص لا يعرف، فإن علم ممكن يتعلم. يتعلم إذا أراد طبعا. نعم. إذا أراد. ما هو الأمي ميزته أنه يريد. أنه يريد. جميل. وأنه سريع التعبئة. هذا ميزته، لذلك الله سبحانه وثقها في كتابه لنا. يقول أنت أمة أمية، أنت لست أمة جاهلة. يعني كان أبو جهل في الجاهلية يسمونه أبو الحكم. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى أبو جهل. أبو جهل. لأنه هو هذا، يا ليته صاير أمي، لو أمي بلال كان أمي تعلم. صحيح. هذا جاهل، هذا رافض المعرفة. فإحنا أمة لا ترفض المعرفة لكنها ما تجدها، لذلك تيسر. يعني أنا هذا البرنامج وغيري ييسر المعرفة. ثقة في الناس أن أميتهم إن شاء الله تعالى ستمحى لما يعرفون. جميل. طيب نعود للبوح. حاضر. احنا عندنا في الأمية بند خطير اسمه أمية المشاعر. يعني مبكرا في حياتنا بعدنا عن تعلم كيف نتعرف على مشاعرنا، كيف ننتج المشاعر، كيف نحول المشاعر إلى سلوك، كيف نعبر عنها مبكرا في حياتنا. صحيح. والسبب إيش؟ أنه المقابل قد يستهزئ، أن المقابل قد يكون جاف وبالتالي ما يعلمني، أن المقابل ما يقدر، قد يصد، قد يصدني، يصد ما يأخذها، ما يحتفل فيها. والمشاعر شيء ثمين. صحيح. ما يخرج يعني إلا لمن يستحقه حقيقة. صحيح. لا يودع إلا في خزينة تستحقه. أما إذا وجدت أن المقابل لي لا يستحقه فأنا أحجم وأخبي مشاعري، وقد تقتل الإنسان مشاعره، قد تقتل الإنسان مشاعره. يعني أنا أضرب مثال على أحد، يعني شخص قريب مني توفيت زوجته. نعم. والله يا منية أنه كان يكتب الشعر ويخبي مسكين. ثم مات احترق، يعني حسرة عليه، مات حسرة. طيب ما كان يقول لحد، يسر لأحد أبنائه سرا. ليش؟ يستحي، يخجل، المجتمع ما يعرف أن الرجل يحب امرأة إلا الخفيف هو اللي يحب زوجته.
هو يحبها بس الخفيف الذي يبيح. شوفي 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 القسوه، شوفي القسوه، شوفي 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 جفاف الصحراء وين وصل. نعم زين. وعلى شويه جهل، على شويه انه والله خاف تقول لها احبك تركب على راسك، ها خاف تقولين لا احبك بعد هو يطمع، ها فصار في جفاف. جفاف يقتل ستي، يقتل. يعني هذه المشاعر عندما لا يعبر عنها فإن الصحة النفسية تنضرب. نعم تنضر. لذلك أول ما يعمد إليه الأمم يعني المتعلمة أن تعلم أبنائها مبكر في أسنان الروضة والحضانة التعبير في لوحة الفيسز، يمكن شفتيها عند نعم. عمر نعم. الفيسز اللي هو I'm smiling، أنا أضحك، أنا زعلان، أنا مندهش، أنا ما في شعور إلا يعلم الطفل كيف يقرأه. نعم. كيف يتعرف إلى نوع الشعور يعني. نعم. في المشاعر عشان نزيل أمية المشاعر لازم نعرف إيش نوعية الشعور. يعني دائما الغشيم يعطيني يصف الاستثارة العامة، تقول له إيش فيك؟ يقول أنا متضايق. يعني إيش متضايق؟ يقول لك والله ما أعرف، أنا منقبض صدري. طيب مش منه، خايف ولا حزين ولا غضبان؟ لأن هذه المشاعر كلها لها نفس الاستم، لها نفس الجذع تطلع منه. العارف بأمر نفسه يقول لك لا، أنا حزين، أنا حزين، يا ضيقي من حزن. لا، خلطة من الحزن والخوف، بس الحزن شدته 7/10 والخوف 3/10. شوف شوف، دائما الوعي بالمشاعر يعطيك قدرة أنك تصف الشعور وتعطيه شدة معينة. أم مسكين وبذلك تذكرون لما تكلم عن الثيرموستات، من هو الثيرموستات؟ الشخص الثيرموستات، الشخص الثيرموستات هو الشخص الذي عنده قدرة يحكم نفسه مهما تكون الظروف. أحد أقوى وسائل ضبط النفس أنك تعرف شعورك وشدته. والحقيقة بالمناسبة المشاعر أمر نبيل، يعني الخوف، الغضب، الحزن، لحد يخاف منها. هذه يعني الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه خافوا وحزنوا وغضبوا، بل أنه ورد في الأحاديث القدسية أن الله عز وجل يغضب. صحيح. من قال هي من نعم الله أنك تغضب، ولكن على غرض نبيل وبشدة عاقلة وباعتدال. طبعا باعتدال وبوعي. أنا دائما أسأل الناس أقول لهم هل غضب النبي؟ يقولون نعم. أقول لهم هل فقد أعصابه؟ يقولون لا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب بقدر، نعم، وكان يحزن ليرتقي عند ربه، نعم، وكان يقول شيبتني هود وأخواته، وعي وعي بالحزن واستثمار الحزن على السجادة. زين. وكان يقول من خاف أدلج، ومن أدلج وكان أخوف الناس صلى الله عليه وسلم، ولا كيف؟ ما هو قائدنا. نعم. فالخوف له وظيفة إذا استثمرته وعرفت شدته وعرفت وين توجهه وين تودي وين تجيبه. شوف هذا إزالة الأمية، أمية المشاعر. طيب، فإذا المشاعر وكذلك السرور وكذا. إذا هذه المشاعر يا ستي عندما أنا أجي هذا الكنز المخزون عندي أعرفها، ثم أجي إلى حبيبي، زوجي، ابني، بنتي، صديقي، من أريد أن أوجه لهذه المشاعر، وأكون عندي بعد الوعي بها الشجاعة الفائقة لأن أحط هدفي أو أضع هدفي نصب عيني وأعمل له ليزر لوك، يعني ليزر، حط له ليزر زي الآن يقول لك قفل عليه. نعم. قفل، يعني يعملوا في الطيارين يقول لك الحربيين يقفل على الطيارة، خلاص إذا قفل عليها بعد يصعب أنها تفر من صاروخة. أقفل ووجه إليه مشاعري. شلون أوجهها؟ مش المشاعر لازم تطلع على هيئة، على هيئة ثمرة. ابتسامة، لمسة، همسة، كلمة ناعمة، حنو، هدية، رسالة تليفونية، ما شئت، بس لازم يطلع. ما يصح أن يكون في القلب، لو كان في القلب قتلك. مش كلمة ندب وخلاص مثلا وعطيت وعملت واجبي وخلاص. لا لا ما في، لا 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 ايه؟ قاعد أقول شيء لها تخطيط، ايه لها ليزر لوك، ثم تنطلق بشجاعة. ليش أقول بشجاعة؟ لأنها قد تصد، قد ترفض، قد لا يحتفل بها، قد يصدمني. طب إذا حصل، إذا حصل من تشجع، ما أنت شجاع صاحب قضية وبتفتح جلطة. لا، ممكن أنا ممكن ينكمش الطرف اللي صدر منه الكلام الحلو وبالتالي صد من الطرف الآخر. مش عايز كلام، أعطيه هدية. مش عايز هدية، أعطيه SMS. يعني حاول مرة أخرى، أعطيه صمت ساعات. يحاول يعني الزوج مثلا إذا كان ما يحب القرقة، ما يحب الكلام الزايد، وقالت للزوج، قامت زوجته، مش قالت له، قالت له بمعنى سلكت معه سلوك الصمت والتبسم،
وإذا نظر إليه سرته بدون كلام. شاي وخدمة صامتة. الخدمة الصامتة اليوم هي الفيرست كلاس سيرفيس للرجال. للرجل عايز رأسه، خاصة إذا كان حياته ضجيج. زين؟ شايفة هالإشارة؟ ما يحب الحرمة الثرثارة. هذه أحياناً يعتمد. يعني لها معادلة يمكن نسولف عنها بعد شوية. زي ما يخالف. لكن لما تصر على أن أنا سأقوم بالحب من طرفي، سأرسل لك المشاعر الإيجابية من شارعي الخاص بي المتجه لك، رغم أنفي، مش رغم أنفك طبعاً، مش هوشة، مش معركة، لكن تصر عليه وتخلي هالمسار هذا شغال شغال شغال. هذا أحد مسارات الشارع إلى أن يصل إليك، إلى أن تصل إليك المشاعر. إذا أصرت سيصل. بالمناسبة هي لمن تؤدي هذا؟ لها، لأن قلنا ما تقدموا لأنفسكم لأنفسكم تجدوا من غير تجدوا، فهذا صدقة من نفسها على نفسها. تمام. نعم. المسار الثاني لازم يطلع منها أيضا أنها، وهذا يعني أنا أودي أنها نأجله، وإذا بنأدي نأدي بعقل، أني أكون مضايقة مثلا، تكون المرأة مضايقة، يكون الزوج مضايق، أنا أكون مضايق من زوجتي. مضايق، ضبطت انفعالي، أحاول أضبط انفعالي، يعني أجتهد في أن أضبط انفعالي. زين؟ ومضايقني سلوك منها. نعم. أحرص أني ما أقول لها أنت ضايقتيني، ها لا، ما أقول لها أنت ضايقتيني، أقول لها ضايقني سلوك فيك معين، وأوصل لها ما ضايقني. أحاول أنا عن نفسي، أحاول أن أقول لها ترى ما في شيء شخصي، وأنا بقدرك وأحبك و ولكن هذا الذي فعلتيه ضايقني. ابني أقول له أنا ترى أحبك وأقدرك كذا، ولكن حصل منك سلوك ضايقني، ودي أوصل لك عشان تعرف ما في مشاعري. تصوري أنه لما يؤدى هذا بطريقة ذكية، كونك أبحت لشخص عن مشاعر سلبية سببها تصرف منه، وأثبتت له أنه ما عنده سوء نية، لكن أثبتت له أنه أهل لهذا الشعور، وإن طال الزمن سيقدر ذلك. هذا الشارع اللي يخصني. وإن طال الزمن قد يطول الزمن مع الجفاف العاطفي والتصحر، قد يطول أوان الخضرة والنداوة، بس بالإصرار نحصل عليها. لكن دكتور، المشكلة في الزمن لما يطول ويفقد المحب الصبر، المحب الذي يريد أن يوصل رسالة الحب للطرف الآخر. موجود هالاختيار. طيب، هنا أريد أن أطرح لحضرتك سؤال إذا سمحت لي. أي. ماذا لو كان الحب من طرف واحد؟ يعني أنا أقصد بين الزوج والزوجة. أي. حضرتك أنا أعطيتنا مقدمة عامة، يعني الحب في كل مساراته، سواء للأبناء للأزواج. خلينا نحصر بين الزوجين مبدئيا. ماذا لو كانت مثلا الزوجة تحب زوجها وهو لا يحبها؟ هو مش ما يحبها، هو ما عنده القدرة، يعني هو لم يتعلم أنه يخرج مكنون صدره. هو لو ما يحبها يمشي ويخليها، وإلا ما يكون ما في، يعني لازم يكون في ألفة. لازم يكون في ألفة، صح؟ في ألفة، بس استخراج المنتجات منه صعبة. لذلك هني يمكن نحتاج نشغل الشارع الثاني، لازم نشغل الشارع الثاني اللي هو جاي منه. وهو أمران أيضا، مشاعر إيجابية تخرج لي أتلقفها، وبالحالة حيكون نادرة منه، يعني حاجة فعلها لا بيتقرب. لازم أنا أكبر، أعمل أجيب عدسة وأشوف معروفة. نعم. وأعترف بجميلة وأحتفل فيه، فإن هذا يسعده. والأمر الثاني، غضبة منه جتني، ما هو دوري أنا كمحبوب أني أتلقى مشاعر السلبية وتلقى مشاعره الإيجابية، ودوره هو كمحبوب أنه يتلقى مشاعري الإيجابية. كذي يشتغل الشارع المسارين، إيجابي رايح، إيجابي راجع، سلبي رايح، سلبي راجع. بس رايح لمين؟ مش رايح عشان ينتقد ويدمر، لا، رايح علشان يستوعب. فإحنا دائما المحبوب، ها، المحبوب أو المحب هو، مش بس أعمل كلمة بشع الكلمة، ها، بس ما يخاف تحملونه، يعني هي خلينا نقول المسرب مش عايز أقول بهلوعة، مش كويسة، زين؟ قلتها زين، عايز يقول وقال مسرب. نعم. مشاعرنا السلبية وين يروح دائما؟ للصدور الحانية. والمثال اللي نضربه دائما، أمي هي مسرب مشاعرنا السلبية، إذا غضب أبي علينا. نعم. يقول صحيح. إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، يقولوا في كذا لم أجد مهربا. هذا أحمد شوقي. وكان شقي لأيامها. نعم. سوى جدتي. دائما نحن عندما يغضب، لما كنا صغارا
إذا غضب أبونا علينا وسمعنا كلمتين وعبينا مشاعر سلبية، وين نروح نفضيها؟ عندنا. بالضبط. ولذلك اللي قاعد يقول لك مشاعر السلبية هذا قاعد يقول لك رسالة، قاعد يقول لك أنت صدري الحاني، أنت صدري الرحب، أنت ملاذي. يا أخي احتفل بهذا. يعني دكتور، الشخص الواحد الآن حسب ما فهمت ما وصلتني الفكرة، إذا أنا ما كنتش غلطانة، عنده مسارين؟ مسارين رايحين. الشخص الواحد إيه، ومسارين جايين يتلقى فيه. إذن هم أربعة. أربعة للتلقي واثنين. العفو، اثنين للتلقي واثنين اثنين للتلقي للإرسال. إيه. أنا أشغل المسار الثاني متى؟ لما أحس إنه لي أمامي على طول هو شغال في الوضع الطبيعي. إيه؟ في أي 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 يعني أي علاقة طبيعية شغالين، رايحة المسارات، رايحة طالع إيجابي جايني منه سلبي، طالع مني إيجابي أتلقاه، طالع مني سلبي. هني عاد السلبي اللي يخصني أنا كمتخذ قرار أحاول أخففه وأحاول أغلفه، ولما أحاول أخرجه أقول له يعني ترى هذه هدية مني لك، أبي أقول لك أنا أبيك تسمعني يا حبيبي يا بني يا زوجتي يا صديقي، أبيك تسمعني، ها الأمر ليس شخصي، أنا بس عندي شيء في خاطري أبي أوصله لك. ولا تنتقد الشخص، انتقد سلوكه، انتقد مش سلوكه كمان، أثر سلوكه عليك. قل له أنت يمكنك ما تقصد، بس ترى أنا حزنت من فعل أنت فعلته، أو فرحت من فعل أنت فعلته. يعني إحنا ليش على الحزن؟ أو أخافني تصرف معين، أنا أشعر بالخوف من أمر أنت فعلته قد تكون ما قصدته ولكني أشعر بالخوف. هذه أولا فيها صحة نفسية لك، وفيها إشارة المقابل أنه أهل. تصور أشياء الأسرة السوية الصحيحة، المسارات الأربعة شغالة، يطلع مني إيجابي أتلقى إيجابي، أستلم سلبي وأخذ حبا وكرامة، لأن أنا المصرف، وين أروح؟ وين يروح المحبوب إلا لمحبوبه؟ زين. وفي نفس الوقت أهديه السلبي بمحبة، بضمان عقلي، بضمان عقلي، ها حتى ما قاعد أدمر. طيب لو قلنا الآخر ما يعرف، يا ستي ما احنا أحد أدوارنا، احنا شنو أولياء بعض؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، احنا قدوات بعض واحنا معلمين بعض من غير ما نقصد. إصراري على سلوك ما راح يخليه يسأل، يعني طيب والله المرأة صبورة، وراح احنا قلنا مرة أنه عملوا اختبار لأزواج عمرهم 55 سنة، بعضهم أمضى في الزيجة 35-30 سنة، وبعضهم تزوج حديثا كان بعد طلاق تزوج، وعرضوهم على طلبة جامعة، فعرف الطلبة أنهم أزواج، مين اللي متزوج من زمان ومين اللي متزوج. تعرفون من إيش؟ تشابه في كل تشابه شيء. الملامح تشابه ملامح الوجه. يعني إحنا من كثر ما نأثر ببعض حتى ملامحنا، مش الملامح معنا خشمه كبير يصغر، لا لا لا، ولكن اللي هي نفس الطلة، ها الطلة إذا كان مقطبا سينفرج مع الوقت، إذا سبحان كان الله. أي والله نظرته مثلا كان زائغة لا تبدأ تركز مع الوقت. صحيح. نحن أساتذة بعض وأولياء بعض وتلاميذ بعض. هذا ناهيك عن الأفكار وتوارد الخواطر. يعني قبل ما يقول الكلمة هي تقولها قبله، يعني سبحان الله. لكل أسرة ثقافة خاصة بها. ما الذي صنعها؟ صنعها تكرار سلوك معين وإصرار الناس عليه، إصرار الناس عليه، إصرارك في واحد عليه، واحد يصير 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 حتى يشكل قدوة ويشكل محطة بث، يبدأ الآخرين يتلقون ومع الوقت يتغيرون. ليش قلت أنا؟ قلت يحتاج شجاعة. ليش قلت الشجاعة؟ لأن الشجاع الدؤوب اللي عمل الإقفال، هذا إقفال، ها إقفال الليزر، ها هو الذي سيحقق النتيجة. أما الملول الضجور اللي عايز نتيجة سريعة واللي يعني شاك في نفسه، هذا نتائج قد تتأخر وقد تتلكأ وقد ما تصل أحيانا، لأن شجر النخل عايزه 5 سنين حتى يثمر. زين. وبعض الأشجار يحتاج الأرز ما أعرف كم يحتاج، ها. فأنت هذا إزالة الارتباكات في شارع المحبة والتجلطات في شرايين الحب تحتاج لها إلى صبر حتى تسلك المسائل. جميل دكتور. أكيد هناك طبائع بشرية مختلفة. هناك طبائع بشرية مختلفة، بمعنى أنه هناك الطبع الناقد، الطبع اللي ما يتحمل النقد، بالعكس يعني الطبع اللي حتى الكلمة الحلوة ممكن يفسرها غلط، يشك فيها، يفسرها غلط، يقول ايش تبي، ايش عايزة. صحيح. يعني هذا اختلاف الطبائع دكتور، إلى أي مدى ممكن يأثر في 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 شارع الحب اللي احنا نتكلم عنه اليوم؟ زدت اختلاف الطبائع هذا حدث خارجي. يعني هذا حدث خارجي أحدثه مين؟ أحدثه اللي قبالي، هذا زوجي.
مسؤوليتي أنا أن أصر على حسن النية وعلى أنه مهما كان سيء الظن أستمر أنا في معروفي، أستمر في ما أريد، ولا يعني الإصرار. الإصرار أنا بعد ما بينشغل فيه، وقال والله أنت ما تستاهل مشاعري، مهما مشاعرك لك مش له، أنت تستاهل أنه تطلعيها ولا حتموتي. أنتوا شايفين؟ يا والله اللي ما يطلع مشاعري والله حيموت. طيب أوديها لديد هورس لواحد ميت، إيه وديها لواحد ميت، هذا لسه ما زال في أمل أنه يتبعث فيه الحياة. اشتغل عليه ضرب لغاية ما اشتغل في الحياة. ولذلك في السابق في عصر الجاهلية كثرة المعلقات والشعر والتعبير، وحتى ديننا الإسلامي جاء في وقت، والقرآن الكريم جاء في وقت أنه كانت البلاغة والفصاحة والتعبير في أوجه، كانت الناس تبوح في ذلك الوقت. ما أدري لماذا هذا التغير، لأننا نحن تخلفنا عن ذلك الوقت، لأن العرب كانت تعرف حتى لما تجي تصف الشعور كانت تصف شدته. يعني شوف كتاب الله عز وجل ذكر مشاعر، يعني قال فخرج منها خائفا يترقب موسى، بعدين فأوجس في نفسه خيفة موسى. زين الفرق، شوف حتى تشوف المشاعر، العرب كانت لها مسطرة مشاعر. احنا اليوم ما نعرف انت ضايق خلق ولا مرتاح، انت خايف ولا مش خايف، نتوسع أكثر نقطتين. أنا عايز يطلع السكيل كله، المسطرة تطلع. نتوسع أكثر في النقطة هذه دكتور، لكن بعد ما نرد على بعض المكالمات. عنا أخ علي من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل أخ علي. ممكن أسأل الدكتور يعني؟ تفضل. دكتور معك. دكتور السلام تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ علي. يا دكتور انا حبيت يعني استفسر عن رايك وراي الشرع يعني على كل حال. انا خطبت يعني امراه واحببتها يعني وحبتني وكل شيء، وافقت ووافق اهلها، ولكن امها لم ترضى. انا ما اسمعت من الخطبه يعني. علوا الصوت لو سمحتوا في الجاليري. نعم. امها ايش؟ امها لم وصلت بالنسبه لي. أمها يعني بعد فترة من الخطبة لم ترضى. أتسمع الشيخ؟ نعم. أسمع. لم ترضى أمها. نعم. أني أستفسر يعني كيف أعمل، ما رأي الشرع يعني في حاجة كمان؟ والله اسأل يعني علماء بلدك عن رأي الشرع بالنسبة للشرع، إنما أنا أعطيك يعني رأي شخصي، يعني رأي علم النفس بعد شوية. طيب شكرا يا أخ علي. بتسمع رد أم عيسى. السلام عليكم من قطر. عليكم السلام. تفضلي الشيخ، بس بغيت أتكلم مع الدكتور. تفضلي دكتور معك. تفضلي استي. دكتور معني كمر، بس حبيت أعرف شلون أتعامل مع زوجي أنا يحب يطالع الحريم، يعني يخونني وايد، بس خيانة تلفون تلفون يعني أيوة. يتصل بالتلفون ودائما يستقبلني. دائما ايش يعني؟ خليني غبية يستقبلني. انا غبية. طيب انت ايش عايزة تكملي معاه؟ اي عايزة تكملي؟ ايوة. بتغيرينه؟ لا ما اقدر اغيره. عافية عليك. صح. ما اقدر اغيره. زين خلاص هذا اول طريق، راح نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. ناخذ اخت جميله من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. السلام. يعطيكم العافيه على البرنامج. الله يعافيك. الله يخليك يا مستشار. انا لو تعطيني رايك في موضوع بنتي عندها 6 سنين ونص وما تتكلمش. طيب. لكنها طيب. اريد ان انوه هنا، طبعا هو الخط انقطع من اخت جميله مش من عنا طبعا، لكن اريد ان انوه يعني ارجو الالتزام بموضوع حلقه اليوم مشاهدينا الكرام، اللي هو حلقه اليوم كيف نفعل الحب بين الزوجين اذا ما خفت. يعني انا دكتور اليوم دخل الاسره، خلينا نقول يعني حتى بين الابناء. انا دكتور مركز اليوم في هذه المحاور ان شاء الله، ونوعدكم كالعاده موسوعه الاسره مستمر، وان شاء الله الدكتور بيكون معكم في اي مشاكل اسريه اخرى. من معنا؟ من اخ محمد من ابو ظبي. ام محمد ابو ظبي. السلام عليكم. عفوا انا فيك، حابه اسال على بنت انطوائيه جدا.
طيب في حلقة أخرى إن شاء الله أم محمد بنجاوبك على هذه المداخلة. أم عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام. جزاك الله خير دكتور على صراحة موضوعك، برنامجك جدا رائع، الله يجزاك خير. وسبق إن كلمتك الله يرضى عليك، لذلك عندي طلبين وعندي سؤالين إذا حضرتك ما تمانع. تفضل. الطلب الأول إني أنا أبغى أميلك، على أساس إني أنا كنت أقول لك إني أنا أكتب وأكتب مواضيع تم الأسرة يعني التربوية. وبعدين الطلب الثاني إني أنا كتبت بحثي عن الشباب وتحقيق الذات خاصة المراهقين في الفترة هذه، وودي يا ريت الله يجزاك خير إنك تقدم لي، فودي يكون بيني وبينك اتصال بحيث إني تقراه. أنا حكون في الرياض يا أختي. أيوة. يوم الأحد القادم في مؤتمر الجمعية السعودية. أيوة. للعلوم الاجتماعية، عندي ورقة. أيوة. في مدينة الرياض. زين يوم الأحد القادم؟ ها الأحد إن شاء الله، ورقتي يوم الأثنين الصباح. وبعدين على طول المطار، فيعني جزاك الله خير. طيب في سؤالين، طب ابغى الايميل الله يعافيك كذا ممكن؟ عفوا الايميل ان شاء الله من الكنترول ممكن، او تحطين انت ايميلك، انا اي الكونتاكت. زين جزاك الله خير. طب في السؤالين، السؤال الاول قصدك بالذات الضخمه، يعني سبق انت تكلمت عنها قلت شيء الذات الضخمه، فما ادري ايش المقصد فيها. تضخمه. اما السؤال الثاني، الضخمه ام المتضخمه؟ ايه الاول متضخمه. ايه السؤال الثاني، اذا كان عندك مراهق ويعني وطبعا تربيته ان شاء الله زينه ومرتب اولويات وناجح في دراسته، لكن في بعض الاوقات يرفع. طيب ام عبد العزيز، يرفع صوته على والديه، يعني هل هذا صح ولا غلط؟ طيب كيف نتعامل معه؟ وجزاك الله خير وشكرا. طيب وصلت الفكره ام عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. ناخذ ام عمر من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. بغيت اتكلم الدكتور. تفضلي معك الدكتور. بغيت أعرف الأسباب التي تجعل الرجل لا يمكث في البيت يعني مع زوجته، دائم السهر، مع أن الزوجة يعني ما تكون يعني مقفرة بأي شيء، ويعني متطلبات الزوجية، ومثل ما يقولون يعني امرأة محافظة على بيتها وعلى أولادها وعلى من اللي حكم هذا؟ من من الذي قال هذا؟ يعني من الذي حكم على هذه الزوجة أنها ما قصر؟ يعني هي لا لا طبعا. يعني الواحد يعني منظور الشخصي، يعني انا انظر لنفسي هكذا يعني. نعم نعم. يعني انا ما ازكي نفسي، ان الله يعلم بمن اهتدى، بس كما ينظر، يعني انا ما يعني انظر لنفسي هكذا، بس انه هو يتنقل ما بين اصحاب واخوات واهل ومثل ما يقولون يهب بشخص بناس ويترك ناس ويهب يا أولاد. ويترك ناس. في أولاد بس. نعم في أولاد عندكم؟ نعم في. بس يعني إن يعني إن الزوجة يعني ما لها اهتمام، أو حقوق الزوجية يعني مو اللي يعني. سؤال حاضر حاضر. سؤالي، هل شارع الحب بينكم شغال؟ الحمد لله. أنا يعني أنا من طرفي. إذا الذاهب شغال فقط، بس الإنسان سبحان الله ملول، يعني مو على طول، يعني أنا مستمرة بهالشيء. أي لا استمر. أكتب عليك أصلا. حلو. يعني أنا ما لا أستطيع، أنا أحسن إليه بس تجيني وقت خلاص. أي يعني مسموح. المرأة لها مشاعر. لا يعني مسموح، ما هو أحدى خانات شارع الحب. نعم. أني أقول مشاعري السلبية، بس ما أقول له أنت، أقول له تسمح لي حبيبي أقول لك حاجة في صدري، وأرجو أنك ما تأخذها شخصية، بس أنا في خاطري زعل أني أشعر أنه بعض السلوكيات اللي أنت تعملها وأنت رجل محترم تأذيني، بقولها لك، بس ترى ما أبي منك شيء، بس بقولها. لا يتقبل. لا ما أبي يتقبل، بس بقولها، أنا بطلعها. لا تموتين. أنا بطلعها على هيئة رسالة، أطلعها على هيئة. حلو. يعني حلو. بس أنا أصدق عاد. أنا أصدق يا أختي الكريمة، أصدق. أبا أصدق إنه ما يطلع منه شيء. لا. ينم على إنه يقدرك ويعزك. لا والله ما في. كل يعني غير الزاوية شوي. ما في. سوي كذي سوي كذي. أنا أسوي مني. تلفتي دوري. أدور بس يعني من ناحية. ما يزعل عليك؟ هو كأنه زعلان، ما في صدق. إيه قولي لا صدقني، يسعدني زعلك.
لأنك أنت ما لو ما تعزني ما زعلت علي. أقول وأطري أي. وكل هذا حاضر حاضر من ناحية الإحسان. يبدو وايد تقولين أنت. بس إنه يعني. وايد تحكين أم عمر، أم عمر اسمك أختي؟ أم عمر نعم. أم عمر أنت وايد تكلمين؟ لا لا بالعكس. وايد ما شاء الله عندك حجة قوية. لا. خاف إنك أستاذة تدرسينه بعد وتعلمينه. جزاك الله خير. لا لا لا. لا. أسئلك أنا أسئلك ما أدري. أنا فاهمة قصدك. إيه. خاف انك بس تعلمينه وتسمعينه. لا 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 ما عليه. ما شاء الله عندك منطق يعني. ترى الرجال ما يحبون كذي. بعضهم ما يحبون كذي. بعضهم يحب. هو ما يحب كذي صح. اي ماشي. ان شاء الله. خطيرة هذه الرجال ما يحبون كذي. يعني احنا العلميات نجلس في البيت. ام عمر شكرا جزيلا لك يعني. ان شاء الله. طيب سيدي الكريم نرد على المكالمات اللي وصلتنا، نبدا باخ علي من الجزائر. علي انا 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 دائما انصح. انا انصح. شوف يا سيدي علي، عندما يكون أحد الوالدين غير راضي عن الزيجة وعدم رضاه يعني أصيل يعني عنده موقف، دائما أنا أقول العاقل يؤخر جواد الحب، يكبحه شوي، ما يتورط بمحبة شخص بعدين يروح يرتبط به وأحد والديه يكون زعلان أو يكون مثلا مش راضي، وبالتالي يكسب جدة لأولاده ناقمة وخالة له أو عمة أو حمات. زين أقول أصيل يعني مش موقف والله لو بالمقابلة أو باللقاء وكذا ممكن يعالج. أنا ما أعرف ساعات أحيانا ما أعرف هل الأسرة هذه الزوج أقصد عمه وعمته على يعني متزوجين وبالتالي الأب موافق والأم والله داخل البيت مش موافقة. أحيانا لا، أحيانا تكون البنت لوالدين منفصلين. نعم. فالأم عايزة تعمل في الأب مقلب. فتروح تعارض أي واحد يجيبه الأب، والأب أحيانا يعمل عايز يعمل مقلب فيعارض أي واحد جاي من طرف الأم للبنت. صحيح. وهذه عاد دخل مشكلة صعبة. لكن إن وجدت أنت حسب ما يقول الشيخ اللي حتستفتيه إنه والله يعني مسموح يعني إذا الأب موافق الأم يحل أمرها، ممكن يقول الشيخ يقول هكذا ما أعرف. فأنا هني عندي نصيحة أنك إذا وجدت أن رفض الأم أصيل وما عندك حيلة لا أنت ولا البنت في كسبها، لا تكسبون جدة لأولادكم معادية. أيوة. بمعنى أنه استخير. وإحنا في الاستخارة إذا حصلت الرضا، إذا حصل علامة الإذن التيسير، إذا تيسر الزواج نفرح، وإذا لم يتيسر نفرح أكثر. سامعني يا علي؟ نفرح أكثر إذا لم يتيسر. تعرف ليش؟ لأنه من العصمة المنع. الله عز وجل يمنعك ليعصمك من مشكلات قادمة. ولذلك من الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان يستخير. صحيح. أما والله أنا أحبها ومتعلق فيها وكذا وبدي أستخير، طيب أي استخارة هذه؟ ما أنت خالص خدت القرار. فأنا بشوف أنه إذا أحد الوالدين عند يعني الزيجة مثلا هذه فيها أحد الأطراف الرئيسية اللي هو الوالدين، أحد الوالدين عنده مشكلة، أنا أقول عيد النظر واستخير وأنت محايد في مشاعرك، لا تستخير وأنت متولع في البنت لأن ما راح تطلع نتيجة. طيب أم عيسى من قطر، دكتور زوجها تقول بأنه يخونها كثيرا على التليفونات وعلى الهواتف، كيف تتعامل وياه؟ وحضرتك سألتها يعني أنا أنا هل تريدين تتركينه؟ يعني أنا أعتقد أن أم عيسى مطلوب منها أن تتعامل مع نفسها أولا ثم معه. التعامل مع النفس أن على أم عيسى أنها تخصص وقت أكبر أو تقتطع وقتا من الوقت اللي مخصصته لمراقبة زوجها، تقتطع وقت لا بأس به، أنا أرى أنه يكون كثير يعني أكثر من نص الوقت اللي هي مخصصته لمراقبة زوجها والانزعاج بأفعاله لذاتها لذاتها بالاهتمام بنفسها بدينها يعني معنوياتها بتعلمها بها، تخفف التركيز عليه يعني. إيه تخفف التركيز عليه. بعدين تبدأ هي تحدد مطالب محددة منه، تحدد مطالب محددة منه، يعني إنه مثلا في الصالة مش عايزين تليفونات يا أبو فلان، أنا ما بي يعني خلونا نقعد مع أولادنا بدون تليفونات. سبحان الله الزوجة إذا أحبت وكانت قوية وجامعة ذاتها ويعني بدت تصير كأنها محطة يعني محطة بث، ها؟ لأن قلنا الذات ممكن تضع زي قالب الثلج. صحيح. ممكن تذوب تروح تنصهر، وممكن لا
تتجمع مرة ثانية وتصير قوية. عندما تصبح قوية مجمع ذاتها الزوج سيستجيب، خاصة الأزواج اللي هم يعني عندهم ممارسات تضعف موقفهم أمام الله وأمام خلقه، ما هو المعصية لها ذلة. زين، فأنا عندك فرصة أن تكونين أقوى، وإذا صرتي أقوى بإمكانك أن تقودي، والقيادة تكون بحسن التصرف، ما توجهينه ما تحضرينه، إنما اهتمي بنفسك أكثر. أنت يعني هي عاقلة أختنا أم عيسى، لكن أنا ما أقدر أغيره، لكن أنت تستطيع أن تحكمي ما يخرج منك من تصرفات. فرتبي بيتك، رتبي أولادك، رتبي شغل، انشغلي بنفسك، خاصة أنك أخذت قرار بأنك ستستمرين في هذه الزيجة. حلو. يعني في ناس حايلين يقولك أستمر ولا ما أستمر، أما وقد أخذت القرار فأنت استمري، صوني أولادك، صوني نفسك، ثم في تعاملك معه حددي ما تريدين عن طريق الحب والقوة في الطرح، حددي ما تريدين وأصري عليه. يعني ما توصلين إلى، لأنه هو إذا أنكر خلاص إحنا، لأن ظاهر الأمر يعني مسلم أو زوجك الكريم يقولش أنا ما عملت، لا. صدقي، لكن قولي لا، أنا يزعجني أن تتصل في التليفون أمامي أو أنك ترد مسجات أمامي. أحيانا ترى زوجاتنا يطلبون منا هذا، يعني زوجتي تسمعني أحيانا تطلب مني أني ما أشغل بالتليفون، صحيح، فأروح أحطه خلاص، صح، أروح أحطه سايلنت. أنا أخذت قرار بالفترة بسيطة أني أدخل بيت أحط التليفون سايلنت ولا أطلب من زوجي، مراعاة لخاطر زوجي، صحيح، وأنا نفس الشيء أطلب من زوجي نفس الشيء. موضوع التليفونات هذا بالذات فعلا يعني يشغل، خاصة داخل البيت، وإذا كان الرجل شخصية مهمة مثل حضرتك طبعا أكيد التليفون لا يتوقف بتاتا. لا، يكلمونا بنات بعد. معظم مكالماتك بنات، صحيح؟ لا مش معظم بعد. حضرتك أكيد بس النتيجة واحدة، يعني عندك شخصية عامة وعندك طبعا مكالماتك، ولكن عندما إنسان يكون في البيت وينشغل بهذه المكالمات هذه يزعج الزوجة، صحيح. طيب أم عمر تسأل الأسباب التي تجعل الرجل لا يمكث في البيت، تقول زوجي دائما برغم أن هي توفر له كل شيء من وجهة نظرها. مرة ثانية هذا يعني إحنا في مجتمعاتنا للأسف الشديد الخليجي، وهذا الكلام موجه للرجال، ما أدري ليش كل واحد مفترض في نفسه أنه مهم جدا يعني، وأنه هو يعني اللي حركته في المجتمع هي اللي راح تعمل التغيير وتساعد في التشكيل الوزاري وتساعد في يعني أن الدولة تأخذ خطوات مدري وين، وأنه يعني هو شخص مهم. يا أخي إذا أنت مهم وتبي تغيير في الدولة اهتم فيما سيغير الدولة، وهم هالأفراد الخطيرين اللي بتربيهم عندك وسيكون منهم قادة يغيرون التاريخ، تاريخ أمتك، هذا هو التغيير الحقيقي. أما مضيعة الوقت والزيف والكلام والاستماع إلى يعني، طيب ما أنت بتسمع أخبار، استمع أخبار بس، إيش معنى في الدوانية؟ إيش معنى في الجلسة؟ هذه الجلسات، هذه البؤر الرجالية التي بدأت تسحب الرجال إليها وتسحبهم من مسؤولياتهم البيتية، هي الحقيقة يعني محل يعني إحدى مناطق تخلفنا في منطقة الخليج هنا بالذات، المجالس المجال. ليش؟ لأن البيوت إحنا قاعدين نعبيها أولاد، يعني إحنا ما نقبل بالولد والولدين والثلاثة. عاد أن أوجه المباهات عندنا إن الواحد عنده 5-6 ذكور. طيب الخمسة ستة دول ما هو أحد عايزين أحد يواجههم، هذا الكلام للرجال قاعد أقول، ها مش أنت تقولين له، مش أنت يا أختي الكريمة تحاضرين فيه، لا خلينا إحنا نقول له هذا الكلام. زين، فنقول له أن يعني أنت إذا كنت تريد أن تكتسب أهمية وتريد أن تغير في مجتمعك وتريد أن يكون لك أثر في وطنك، فجابل هالستة واصنع منهم شيئا يغير الله بهم الحال، بدل أن تجي ويهمك الشيطان أنك أنت والله جالس تغير وأنت منسحب من مسؤولياتك، والله رايح حتى لو كنت ذاهب إلى حتى اللي كثر من الدروس الدينية على حساب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جعل حقوق، قال إن اللي نفسك عليك حقه وأهلك عليك حقه وزورك يعني ضيفك عليك حقه، الحقوق هذه الإفراط فيها وعدم التوازن فيها هذا خلل. نعم، فهذا الكلام للرجال. أما النساء فإحنا نوصيهم بأنه لا تجي تطرقي على يعني الذكي دائما، الذكي هو الذي يتجنب الأسلوب الذي لا يأتي بنتيجة. نعم، الذي لا يأتي بعائد، يعني يا أختي جربتي أنه الوعظ ما يجيب عائد بلاش، أنه القلدمة والله الجلسة المقطبة دليل الاحتجاج ما يجيب نتيجة، أنه النوم مبكرا يعني تنامي وتخليه هذا ما يجيب نتيجة، أنه فأنت شو تسوي؟ نوعي الأساليب. أنت كثر الكلام الطيب، عليك بالمقبل الطيب، يعني المتهل، وجه المتهلل والاستقبال وحسن الاستقبال، و يعني عليك بهذا، مش له مرة ثانية لك أنت، مش له لك أنت، هذا كله إذا فعلتيه يعني سبحان الله وجدوا أن المرأة عندما تتزين
إحدى هوايات المرأة ترتاح. التي تجعل من صحتها النفسية عالية صحيح. أن تتزين صحيح. كل ليلة صحيح. وتصرف على المكياج، وهذا يا رجال اسمعوا، هذه لصحتها النفسية، لأن هي المرأة، هي المرأة صحيح. المرأة الله سبحانه وتعالى جعلها حلية صحيح. تنشأ في حلية، الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فأنت عندما تعطيها هذا الحق ها؟ وعندما أنت يا ستي تمارسين هذا الحق في تجميل نفسك وتعديل نفسك، ما تتعدلين له غلط، تعدلي لك لصحتك النفسية أنت. هذا الرجل إلا ما يجي يوم من الأيام لأنه شو بيصير، هو مو دائما مرتاح هناك، وعندهم يوم حلو يوم مر مثل حياتك، لكن لما يجي يلقى دائما مقبل طيب، دائما مقبل طيب، مش له مرة ثانية لك أنت، حيبدأ يشتغل. وأصري على ما يخصك في شارع الحب، واحتفلي إذا كانت ما يطلع منه مشاعر إيجابية، وأنا ما يمكن أتصور أن رجل ما يطلع منه شيء إيجابي، والله لو يدخل عليك بكرتون خيار ولا بعلبة ها يعني أي حاجة يجيبها، احتفلي فيها شوي، لأن هذا اعتبريها أنها هدية صداقة أو يعني إشارة مشاعر إيجابية، ومشاعر السلبية كذلك احتفلي فيها. فهني أنت يعني السيارة اللي ما تجي بقوتها الذاتية اسحبيها بكرين كذا بشارع الحب، يعني السيارة اللي تعطل السير شو نسوي، نسحبها بكرين زين، أنت سحب من المشاعر سحبا حتى تشغلي الشارع رغم أنفه، يعني رغم أنف الشارع قصدي. طيب دكتور، نحن سوف نناقش أيضا رسائل وصلت عبر الإيميل، لكن بعد أن توقف مع فاصل بإذن الله ونعود لمتابعة الحوار مع حضرتك مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل مع حضراتكم ومع دكتور إبراهيم الخليفي في هذه الحلقة الخاصة عن شارع الحب. نستقبل أيضا مكالماتكم على الأرقام المدونة أسفل الشارع، وتذكروا أعزائي بأننا يريد لو نتقيد بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. شكرا ونلتقي بعد فاصل إن شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج موسوعة الأسرة، نتواصل فيها مع دكتور إبراهيم الخليفي، ونتكلم ونحاور طبعا اليوم مع دكتور إبراهيم الخليفي مسار الحب بين الزوجين، كيف يفعل شارع الحب بين الزوجين إذا ما شلت بعض المسارات، أو إذا مثل ما حضرته قال قبل قليل وصف جميل جدا، إذا ما أصيبت جلطات وتخثرات في مسار الحب بين الزوجين. نأخذ مكالمات دكتور بعد إذنك ثم نتواصل إن شاء الله في الحوار. أم ناصر من السعودية، السلام عليكم. أم ناصر، أي معك، تفضلي. أنا بس عندي سؤال للدكتور لو سمحتي. معك دكتور، تفضل. تفضل يا لو سمحتي. أنا عندي ولد عمره 6 سنوات ونصفه في أولى ابتدائي، ودي أكسبه ووثق العلاقة بيني وبينه. حلو. هو في بداية العام الدراسي كان يحب يستكشف حول المدرسة، وطلع مع واحد من ربعه، بعدين ضبطوا الأمر المدرسة، بس أنا أعيش في قلق من أن المدرسة يعني هي ميزاتها أكثر من سلبياتها، بس يعني في الدور اللي فوق عندهم في 3 غرف، ويشبه يخدم المدرسات، ياخذ اغراضهم يوديها بحيث من نوع التطفل، يعني تطفل يعني تمشى ويروح مدرسات حاتي، يعني خاصه فوق السطح على طول، هو من النوع اللي يحب يستكشف الشيء هذا. وانا اعيش دائما في قلق من الشيء، ما ادري هل يعني ما ادري هل انا فهمه واحاول اوضح له، بس احس مو قاعد توضح له الصوره. طيب طيب يا منى، وصلت الفكره، شكرا. أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور إبراهيم؟ الله يبارك فيك. الله دكتور، أنا عندي مشكلة مع زوجي. يعني في بداية زواجنا، الآن صار لي 3 سنوات متزوجة. في بداية زواجنا يعني كان الحب من طرف واحد. بس إنه يعني تعامله السيء معي أفقدني الحب هذا. وأنا ما ودي يعني توصل حياتنا الزوجية إلى الطلاق. يعني المشاكل مثلا أن دكتور يكذب، والشيء هذا فقدني ثقة فيه. ثاني شيء دائما يحب العزلة، يعني حتى لو نسافر مع بعض تلقاه مثلا يطلع يتمشى الحالة، يروح يفطر الحالة، يعني ما يحسسني أني زوجته. وغير كذا أي قرار يتخذ في حياتنا يتخذ الحالة يعني بدون أي مشاركة. ما لازم يعني في سبب يا ستي، ما يعني هذا اللي يروح الحالة هذا يبي ما يبي الصداع. هل أنت صداع بالنسبة له؟ سؤال. قال هذا الكلام؟ قال أنت تصدعين رأسي؟
لا يعني انت صامته معظم الوقت مثلا ساكته، ولا عندك نقد وعندك يعني ملاحظات عليه وتتكلم تبكي كثير وتحتج كثير؟ بالعكس دكتور، يعني انا بسال، ما اعرف، انا ما اعرف. بالعكس علاقتنا يعني فيها انسجام كثير مع بعض. طب يعني هو لما يطلع بروحه عايز مثلا سافرته ونزل قال شباب اتمشى وحدي، في مشكله عندك؟ لا ما مو انه نزل مثلا، نزل على انه بيجيب شيء معين فما يرجع، اتصل عليه اقول له وينك، يقول لي والله رحت اتمشى. طيب انا مسافره معاك الان. هو راح يجيب شيء معين وطول صح؟ يعني دكتور راح نص الوقت، يعني ضاعت الوقت كله في انه راح لحاله. هل يشعر زوجك وافصح على انك، هل افصح زوجك على انك انت تحبين تتملكينه؟ قال لك هالكلام؟ قالت انت تحبين تملكيني يعني؟ قال لا لك؟ يا دكتور ما قال. هو في بدايه لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. لا هو كان ينتقد مثلا لبسي، فغيرت لبسي عشانه وقلت له علشانك هذا. نعم العفو، ينتقد لبسها فغيرت لبسها عشانه، يعني غيرتي علشانك مش علشانه يعني. يعني انا مثلا منقبه لكن في اشياء معينه يقول لي مثلا لا تلبسين اللون هذا، لا تسوين كذا. ماشي، فأطعتي زوجك؟ وأنا مطيعته، يعني قلت له يعني لعيونك الشيء هذا بسويه رضاء لك. في أطفال؟ يعني في أطفال؟ في طفل واحد. كم صار لكم؟ 3 سنوات. يعني توكم يا دوب يعني. في شغل، في مجال، في مجال. أنا الحين يعني حتى إني فقدت الثقة فيه. مثلا يعني مثال دكتور بسيط يعني وتافه، إنه يكذب أشياء بسيطة. مثلا يقول لي أنا رايح لأهلي. ها يعني عنده حركات. احتاج لا اتصل على اهل اقول لهم وينه، يقولون ما جانا. طيب ماشي. طيب اذا رجع البيت قلت له وينك، قال والله رحت لزملائي. طيب ليش ما علمتني؟ ماشي ماشي. طيب طيب يا ام عبد الله، شكرا لك دكتور. الله يبارك. يبدو لي ام عبد الله حديثه لا لا مشكلة. احد في الزواج؟ لا لا هي مش حديث، هذه في مشكله قائمه، مشكله قائمه متكرره كثير. وهو الزوج اللي يعني يحاول ياكل بعقل، يعني ما بيقول، لكن هي الزوج اللي يعني يحاول ان يفلت من براثن امراه قويه لكنها تحكم، تحاول تحكم القبض عليه سواء كان صالح ولا طالح. ها انا ما ابي اشك في احد. نعم. ها فاحنا بنسولف ان شاء الله، بنتكلم عنه هذا الزوج اللي دائما هربان وطفشان من البيت، يعني بنشوف شو السالفه. ام محمد من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شكرا كثير لكم على البرنامج. الله يبارك فيك. بدي بس اسال الدكتور بس نقطتين ما اطول عليكم. تفضلي. النقطة الأولى بس إنه أنا بحاول استعمل طريقة إذا أنا انزعجت من زوجي بسلوك معين أو طريقة معينة تبعها معي. فأنا طبعا حاولت، أنا هلا صرت تقريبا 8 سنين من زوجي. كنت اتعامل معه بطريقة انه ورجيني انا انزعجت منه، بمثلا خفف الكلام. طبعا ضل اتعامل معه واجباته، بس صرت مثلا الامور اللي انا فيها شوية دلال وقفها عشان ينتبه انه انا مثلا انزعجت، ينتبه بس ما يعلق. سؤال سؤال سؤال، ما تقولي له انا يمكن انك لاحظت اني انا متضايقة شوية، حبيبي انت عملت شيئا فانا ازعجني هذا الشيء، اعرف انك حبيب ولطيف يمكن مش قصدك، تقولين له هذا الكلام؟ لا بقول له. شو تقولين؟ هذا الكلام بس ايش تقولي؟ بقول له انا يعني انا يعني انا بحبك بس انا هالتصرف اللي انت مثلا عملته انا اكيد زعجت. ما تقولي لي انا متضايقه منك؟ بقول له طبعا. لا بقول له انا انزعجت منك ولا من سلوكك؟ من هل لا ما بقول له منك، بقول له انا يعني حتى بالعكس دائما بقول له الخلاف في الوعي، في الوعي لا يخلف من الود، لا يخلف يعني ما في الود موجود. خلي هذا الكلام، استني علي، انت تقول لي انا منزعجه من سلوكك ولا منك؟ لا بقول له من التصرف، بقول له من التصرف، من التصرف اللي عملته. وتمدحينه شوي؟ ايه طبعا. تقول له انت حبيب بس انا هالتصرف ازعجني. ايه طبعا. اي هذا كذي كذي تعزلين، يصير المسائل كذي، لا يفسد للود قضيه، مش بالشعر ما يفسد للود قضيه. ما يمكن اقول له ما يفسد للود قضيه بس انت ابن 60 حلال زين. لا فعلا لا انا يعني بحكي الحق، يعني بقول له هذا الكلام بكون فعلا شعري فيه مو مجامله او لمره. ممتاز، يعني عاقله للفك بين السلوك والسالك. تمام. بس اللي لاحظته مثلا بعد فتره ما عاد استفدت، يعني ما عاد استفدت كيف انه طبعا اعتذار ما بيعتذر. فانا اول فتره انزعجت بعدين تاقلمت مع هالوضع انه خلص ممكن يعتذر معي، يعتذر بطريقه مو الكلام، يعتذر بطريقه غير مباشره، ممكن مشوار، ممكن
اهتمام بتليفون مثلا خلال ايام قلب النهار يعني ممكن تصل انه هيك كلام عادي. بس هذا يعني يوصل على انه اعتذار ها؟ اعتذار انا اعتذر يصلك على انه اعتذار. نعم. انت ذكيه عيالتي يعني الا يقولها بالكلام ما قالها. لا لا ما في مشكله انا بالنسبه لي ما تعب يعني. شنو المشكله الان؟ ايش المشكله؟ ما عاد عندي مشكله بس رجعت استعملت طريقه ثانيه لانه حسيت رجعت واحيانا عم بحكي ما عم بستفيد او ممكن اي نقاش ولو كان بهدوء ما عم يتقبله يعني دائما مباشره يعني انه طريقتها لم تعد يعني توجد نفعا. طيب ام محمد شكرا ان شاء الله بتسمعين الرد. معلش احنا مقيدين بوقت ام محمد اعذريني. عندنا ابو شركه من العراق. السلام عليكم ابو شركه. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله حياك الله تفضل. ايه لا السلام عليكم. وعليكم السلام رحمه حياك الله يا اخي. اشكر قناه الشارقه لي واشكر الدكتور ابراهيم الخليفي الله يحفظك على هاي الكلمات الرائعه. الله يكرمك. انا من كردستان العراق اتصل بكم. اريد من الدكتور ارجو تخصيص حلقه لموضوع الدراسة العلمية والعملية لنمو الطفل. واعذرني أنا كردي يعني إذا نعم أنت الخير والبركة يا سيدي إذا أحكي يعني يا أهلا وسهلا. لا واضح واضح أريد يعني تخص أريد يعني من حضرتك دكتور نعم تخصيص حلقة خاصة ب نمو الطفل من حيث الذكاء العقلي ومن حيث الطريقة العلمية يعني بحيث الطريقة العلمية إن شاء الله يا أبو شرطة يعني حاضر. دائما مش إن شاء الله إن شاء الله موجود يا لو سامي. طيب شكرا شكرا لك يا أبو شركة بارك الله فيك. ناخذ مكالمة الأخيرة. بشرة أخت بشرة من لبنان. أخت بشرة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. كيف الصحة يا دكتور إبراهيم؟ أهلا وسهلا الله يحييك يا ستي. دكتور ممكن أسأل بس كيف نشغل شارع الحب مع أولادنا وخاصة إذا كانت يعني البنت عنيدة عمرها 8 سنين. حاضر. طيب يا أخت بشرة شكرا جزيلا. يعني أسئلة يعني واضحة دقيقة ماشي في الهدف. أخت بشرى يمكن أيضا تتفق مع مكالمة أم ناصر من السعودية. أيه. إيه. كيف نشغل شارع حب بيننا وبين أولادنا. حلو حلو. إيه كيف يا دكتور؟ لا هو أنا هذا بدأت شوي على الأزواج ونعود بعد بدأت أنا بدأت الهم هذا كان عندي هم من فترة وهو هل يحب الأطفال أباءهم؟ فرحت عملت تيست خدت عينة لأطفال من الرياض إلى رابع ابتدائي يعني من عمار 4 سنوات لغاية 10. جميل. سؤال محدد. إيه؟ أنت تحب أمك وأبوك؟ نعم. أمك وأبوك يحبانك؟ حصلت على نسبة هائلة يقولون لا ندري. غريب. طبعا كلما كبر الطفل وكان مكارا أكثر كلما قال إيه إجابة تقليدية لكن عندما أفصل أقول له ايش عرفك؟ يقول يشتروا لي و و و و اقول له طيب هل قل لي كيف الواحد يوري الثاني انه يحبه؟ فقط بالشراء؟ فيبدا الطفل يكشف لي ان اطفالنا لا يستقبلون اشارات حب من اهلهم لانه النقد ليس حبا والحرص على التدريس والشده ليس حبا والوقت الذي نبذله في الاحتكاك معهم ليس حبا والتعنيف ليس حبا والصراخ ليس حبا. الحب هو ملمس ناعم هو تجاوز هو تغافل هو قبلة ضمة هو قبلة هو قصة ما قبل النوم هو ضمة هو لمة هو استشارة هذا الحب. فولو يزيد الطين بلة أن الطفل قد يكون مشاكس ودنا نخصص حلقة في يوم من الأيام عن الطفل المخصوص هذا في طفل مخصوص يسمونه الطفل الصعب في طفل صعب يعني وردت كثير من الأسئلة عن الطفل الصعب. نعم. طفل منذ أن يولد وهو صعب يعني راسه نعم. يابس نعم. يعني أكثر من معدل في صعوبته أكثر من معدل العادي
هذا طفل موجود يعني وبادي للأسف مع أنماط الأغذية وأنماط التنشئة وأنماط الإعلام بدأ تزيد النسبة هذه من خصص فلاحق. فالشاهد عندما يكون الطفل يبدي بعض إشارات الصعوبة في تعامله تقوم الأم تسخن أكثر، تفقد انفعالها أكثر وتتحول إلى لعبة في يده يلعب فيها يصعدها وينزلها. تجي الأم تسأل تقول لي طيب كيف أعمل أنا؟ أقول أول شيء أو مرة ثانية أضبطي نفسك، أضبطي مركبتك أنت الخاصة، احرصي على المسارات الخاصة بك. إذا فعل الطفل يعني أنا أقول لك كيف، ما هو الذي أحصل به على نتيجة سريعة جدا من أبنائي؟ أنا أقبل وألم يوميا، أحرص يوميا، ما يمكن يروح المدرسة ما أسلم عليه، ما يمكن، صعب، لازم ألحق عليهم، لازم أسلم ويقبل ولم كذا. مش أقول له خذ سندويشتك وشيل الشنطة وتأخرت على الباص، أصحي بدري، أصحي بدري، يعني أخفف الضجيج وأكثر من الإيجابيات، الإيجابيات تعي الناس. أما الشيء الثاني فهو إن أحدث الطفل شيئا يزعجني حقيقة أفكر أحك ذهني أني أطلع أسئلة ذكية تعلمه بدل الأسئلة الغبية اللي هي عاجبك هذا أو ليه؟ سؤال ليه هذا من أغبى الأسئلة. ليه؟ لأنه يقول قالوا للحرامي أحلف، قال جاك الفرج، ما عندي مشكلة. ليه؟ لأنه أي حاجة أي سؤال ليه أنا جابك لأنه. لكن عندما أقول له ماما حتقول لك حاجة يا ولدي، أنا جدا زعلانة، مش منك حبيبي، عايزك تسألني ما الذي أزعلني؟ بهدوء يعني فاجئي، إذا كنت غضبة من أحد فاجئيه بهدوئك. حقيقة الذي يخيف هو الغضبان الهادي، هذا اللي يخيف، أما الغضبان المنفعل ما في مفاجآت، لأنه يخطط، الهادي يخطط، الهادي عنده حاجة. فأنا أقول عندما نجي ونحك أذهاننا وقت أزماتنا في أن نستخرج أسئلة، طلعوا الأسئلة خلال فترات راحتكم واستخدموها خلال أزماتكم، اسألي أسئلة ذكية. لازم يقر ابنك وبنتك أبو 4 و5 و6 و7 و8 وأكبر من ذلك أنك تحبينه، يجب أن يقر ويعتقد يقينا أنك تحبينه من كثر الأفعال الإيجابية اللي تفعلينها له. الآن أنتوا يعني الاهتمام بالطفل لا يعني حبه، الاهتمام بالطفل على طريقتنا لا يعني حبنا للطفل، لا يعني لديه شيء، يعني تضييق ويعني تقييد ويعني حبس. فأنا بقول كثروا من الفعل الإيجابي والثناء والمدح والاحتفال بالإنجازات، حتى وإن كانت بسيطة، حتى لو كانت بسيطة، وحتى لو أنت شعرتي أن يعني زودتيها، ما في شيء اسمه زودتيها في هذا المجال، ما في، لا مع زوج ولا مع ابن. إذا أصبح عندك سجية الاحتفال بالإيجابيات والتغاضي عن السلبيات، يعني يصبح عندك سجية أنك ما تشوفي السلبية، ما تشوفيها. طب دكتور حضرتك قلت كثروا من المدح، يعني ألا يدخلنا هذا في إطار يعني دائرة المغالات وبالتالي الدلال؟ ما في مغالات في الحب والدلال، ولا في مغالات، ولا أولا لا يوجد سبب لحب أطفالنا، قلنا هالكلام من أول. يعني ما في داعي نحب أولادنا، ما فيه داعي، لا يوجد داعي في الدنيا لحب الأولاد، لا يوجد داعي. يعني ما أقول أنا أحب ابني لأنه، أحب ابني لأنه ما شاء الله عاقل، أحب ابني لأنه شاطر، ما في، ممنوع هذا الكلام، مهما كان أحب ابني نقطة بس. ابني لو كان مجرم، لو كان مسيء، لو كان ضايقني أحبه غصب علي وغصب عليه، ويجب أن يعلم أني أحبه. كيف يعلم؟ عن طريق منتجات ومؤشرات، شنهي؟ حسن التداول. طيب وإذا كان مسيء أيضا حسن التداول، حسن التداول يلين العريكة ويدبغ الجلد ويحوله إلى مخلوق ناعم. طيب وكان مزعج، صدقوني أنفخي 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 في الحسن من سلوكه يختفي السيء من سلوكه. أنفخي في الحسن من سلوكه بالمدح، اقبضي عليه متلبسا بفعل طيب. وكذلك أم عمر اللي بالكويت، اقبضي على زوجك متلبثا متلبسا، اقبضي عليه يعني عملي شرطي، صيديه وهو يعمل حاجة كويسة عشان بس تحتفلي فيها، لا تنسون هالكلمة. اقبض على محبوبك متلبسا بفعل طيب ثم أنفخ فيه، حتشوف انه حصل يعني فتح في هالجلطه هذه. كانت تقول الزوجه واو الله واو انت فعلت كذا صدناك يعني تصفق. صحيح صحيح دكتور، والله كلامك مثل ما يقال عين العقل، يعني هذا هو يعني المدح. نعم. في تصرفات الايجابيه وذكرها يعني. نعم. بصفه مستمره تزود شعره الحب. برمجتنا ستي في القلب. برمجتنا كلها سلبيه. وفي سبب لذلك، أن احنا نشئنا على سياسة القلم الأحمر، احنا كتلة من المعايب طول عمرنا، يعني 12 سنة في التعليم العام
وأربع سنوات في التعليم العالي الجامعي، ونحن بالنسبة للمعلم فرصة للبحث عن الأخطاء. المعلم أول ما يعين ترى يفرح، يروح أول ما يعين يطلع تعيينه يروح المكتبة يشتري قلم أحمر اللي هو إيش؟ أدور نواقص، أدور عيوب. فأصبحنا عند أنفسنا كتلة من العيوب. ما حد جانا مثلا، ما حد معلم يجرؤ يجيب قلم أخضر ويقول والله أنا 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 حأؤكد. يعني أنا ابني والله مرة قلت له اكتب لي مقال، كتب مقال مر يعني في منتهى السوء. قلت له راح أصلح لك، فراح جاب لي قلم أحمر. قلت له لا جيب لي قلم أخضر. فرحت صلحت له، وهذا الكلام قلته أنا عندكم هنا. صحيح. صلح مش صلحت له، حطيت له صح على الصح، وما تعبت لأنه ما كان صح كثير. إيه نعم. فرح فرحا شديدا بالرغم أن الصح قليل، فرح نعم. فرح اسمع ايش سوى، فرح كان يجيب لي مرة ثانية. فقلت له تعبتني يا ابني لأن الصح كان كثير، عطيت صح صح صح. فذهب وعاد، كان في خطأين فقط، تعبني لأن أنا كنت أمشي على كل صح أقول له صح. نعم. عشان أدب نفسي، لأن أنا مبرمج على السوء، مبرمج على الفحت تفتيش عن النواقص. فأنا أدعو يعني الجميع الحقيقة، من أراد أن يعمر شارع الحب أن يأكد على الإيجابيات، يأكد عليها. والله تعب، والله إن هذه مجاهدتنا، مجاهدتي أنا الشخصية في هذا، لأن الطبع يغلب. أنت سألتيني عن الطبع. نعم. الطبع الطبع سيريدنا المهالك وسيريدنا جهنم، لن ينجينا إلا التطبع. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الحب بالتحبب. التاء 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 ولن ينجينا إلا التطبع. تاء التدريب، تاء التطبع. أهل الطباع هالكون، الناجون هم أهل التطبع. الله يقول تعالوا اطلبوا العلو. نعم. تعالوا اطلبوا العلو. شنو قاعد في الأرض تحت في حفرة الطباع؟ اطلع من حفرة الطباع، لأن حفرة الطباع هي حفرة الضباع تأكلك. إي والله اخرجي، هذه جديدة لكم، هذه زين. فاخرجي منها إلى التعالي فوق. نعم. المعالي، المعالي فوق، المعالي تحتاج إلى يعني مقاومة لجاذبية الطباع وألفة النفس الرديئة. النفس لها لها مألوفات رديئة. نعم. وبرمجة رديئة، نكسرها، ومن كسرها إشاعة المعروف بحسن إعادة البرمجة. ما يطلع مني إلا معروف. خل عيني يا أخي عين نحلة، عين نحلة ما ترى إلا الجميل، بدل عين الذباب التي لا ترى إلا القذى. هذا هذا يبي له جهاد. وهذا كلام موجه ايضا ام عبد الله من السعوديه. الجميع الجميع، او موجه لنفسي قبل الناس. ايوه هذا كلام، لانه للجميع موجه، ليس فقط علاقه الام بابنائها وعلى للجميع. نعم. حتى في علاقتنا احنا الطبيعيه. قل لعبادي يقول التي هي احسن، قول الله عز وجل، قل لعبادي يقول التي هي احسن. نعم. آية قرانيه، قل التي احسن. شوف طيب، يبدو لي انه عندنا مكالمه من ما عندنا مكالمه من السودان. قلتوا لي عندنا مكالمه، طيب جميل. إذا دكتور أم عبد الله من السعودية قبل قليل، أي نعم هو الكلام موجه للجميع، لكن تعاني من نفس المعاناة التي وصلتنا من عدة رسائل عبر البريد الإلكتروني وأيضا عن طريق المكالمات اليوم، اللي هي هروب الزوج من البيت. وحضرتك قلت لا يوجد زوج يهرب من البيت بدون ما يكون هناك سبب. واضح لنا ما الذي تقصده. هذا السبب مو بالضرورة يكون في الزوجة. يعني هو الزوجة قد تكون يعني سهلة، يعني الزوج يبدأ خلاص يضمنها، عرفها وعرف قرقتها وعرف يعني بتقول له كلمتين قرقر قرقر قرقر، وبعدين إذا فاجأته برصانة جديدة وبتغافل جديد وبتركيز على ذاتها وبقوة، لأن يا ستي هو مرة ثانية الذي يجمع ذاته ويؤكد عليها ويهتم فيها ويزكيها، ويعني يبدأ ما ينشغل بالآخر كثير قدر انشغاله انشغاله بتزكية نفسه، حيتحول سبحان الله، حتتجمع شتاته جزيئاته. نعم. حتحوله إلى مغناطيس. نعم. فيصبح يصير دون أن يعني يقصد هو، يعني أرجو أنا حقيقة ما وجدت شخصا يريد أن يؤثر الآخرين، ما وجدت شخصا يريد أن يؤثر في الآخرين إلا وهو مهتم بنفسه أكثر بكثير من اهتمام بالآخرين. هي حصلت معي قصة قبل حوالي 15 سنة. نسمع. كنت أدرب بناتنا، بناتنا طالبات، بناتنا كانوا مراهقات، يعني أدربهم. نعم. على بعض الأمور، بناتنا الخاصين يعني. نعم. حوالي 30-40 بنت، بنات أصحابي وبنات ربي، وجمعنا أجرنا لهم وكانوا قاعد يدربوا. فجاءتني واحدة منهم وقالت يعني تشتكي، مسكينة عمرها 13-14 سنة، تشتكي من أن هي تريد
أن تقيم علاقة مع بنت أكبر منها وتلك البنت يعني تركتها. فالبنت حزينة، هذه البنت اللي اشتكت لي حزينة ومهمومة لأن تلك الصديقة أو البنت التي ترغب في صداقتها ما تعطيها يعني مجال، ما تعطيها وجه يعني مش لا تريد أن تصادقها. فقامت تشكي وحزينة جدا لأن هي من كثر ما كانت مسكينة فقيرة ضعيفة. هي طبعا بنت من مجموعة بنات عندهم بيت فيه بيت ولد واحد ومحتفل به، والبنات طبعا تعرفين يصير عليهم اهتمام ضعيف. فهي مسكينة كانت ذاتها زي عاملة زي البوب كورن هشة هشة. أي فالمهم بديت أعلمها كيف تكتسب الثقة بنفسها. لعبنا معها لعبة ها أنه نطلع فقط إيجابيات وحرمنا السلبيات في المجموعة كلها لمدة طويلة، بس إذا جاء أحد يتكلم عن منية يتكلم عنها بإيجابية ويمدح فيها صفة إيجابية. وبدينا نستخدم سياسة القلم الأخضر إلى أن البنت، وبدينا علمناها كيف تروح تجابل تواجه المنظرة وتكبر نفسها وتكلم نفسها وتحاكي نفسها وتؤكد على إيجابياتها وتكتب إيجابياتها وكذا. لمدة أسابيع أنا سافرت في الفترة هذه، رحت أمريكا عندي شغل ورجعت. فلما رجعت قامت البنت رفعت يدها قالت لي دكتور عايز أقول لك شيء. قلت لها أنا حقول لك شيء هذا قبل أن تقوليه. قالت لي ما تتوقع أنت أعرفك شو بقول. قلت لها والله أنا ساحر، أظني ساحر يعني أعرف، لأنه أنا المنهج اللي أعطيتك إياه نتيجته هو ما ستقولينه. قالت وما ذاك؟ قلت لها أنت الآن جاءتك البنت اللي عايزة تصادقينها وعرضت عليك أن تصادقك وأنت رفضتي، مش نكاية بها لأن ما عندك وقت. قالت والله هذا ما حصل، والله إني فقدت الرغبة في أن أصادقها لأني انشغلت بالصديق الجديد اللي هو اسمه مين؟ نعم. اسمه إبراهيم ذاتي. بالنسبة لإبراهيم، ومنية بالنسبة للمنية، وذاتي وأم عبد الله بالنسبة لأم عبد الله. نعم. تقول لذلك الآن أنا اكتشفت أني كنت خاوية وأن أهدافي ما تسوى. نعم. تقول هذا الانشغال بذاتي. قلت لها هذا اللي حصل. قالت لي والله العظيم هذا اللي حش عرفه. قلت لها أعرف، لأن أنا أعرف أن الذي يهتم بذاته سيجذب الآخرين إليه. فأنا أقول لأختي أم عبد الله مرة ثانية ارجعي خذي من وقت هذا الوقت اللي مخصص لزوجك، اهتمي في نفسك وفي ابنك وفي وفي بعدين في قرار لازم تاخذينه إذا كان عندك يعني ما أقول شك لا يغني الظن لا يغني من الحق شيئا، لكن إذا ثبت لديك إن زوجك عنده حركات ثبت يعني ها لا. أنت مخيرة إذا بتستمري هذا مسلك، وإذا مش عايزة تستمري هذا مسلك آخر. إذا قررت تستمري لازم يكون عندك هدف من أنك تنشئ جيلا صالحا، معناها لازم الزوج هذا يعزل، لازم تقوي حالك، تأخذ قيادة البيت. يعني أنا أعتقد الزوجات اللي زوجهم عنده مشكلة عليهم أن يبادروا يأخذوا القيادة، ولن يأخذ القيادة إلا بحقها، لن يأخذها شخص إلا بحقها، ومن حقها أن تقوى. عشان تقوى تهتم بنفسك صدقوني سيذعن. أنا جربت سيذعن جميل. لأن المعصية لها ذنب ولها ذلة. أكيد. الذنب له ذلة وله خفوت في الأنوار. نعم. كلمة أخيرة وسريعة دكتور لأن وصلنا. شارع الحب. نعم. شارع الحب موجود في بيوتنا. بعض الشوارع أنوارها مطفأة والحركة فيها كئيبة. أحيوها بإصدار المشاعر الإيجابية وتلقي المشاعر الإيجابية من الآخرين، وأيضا إبلاغهم انطباعات يعني سالبة بس بأدب، وتلقي ما يخرج منهم من انطباعات، لأن هذا من أمانة المحبين. من أمانة المحبين هي أنهم يشغلوا هذه المسارات الأربعة. شكرا لك دكتور إبراهيم الخليفي، بارك الله فيك. وشكر أيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم مع دكتور إبراهيم الخليفي إن شاء الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة ومفيدة من برنامج موسوعة الأسرة. لكم مني ومن فريق برنامج موسوعة الأسرة أجمل تحية، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.